اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه نطالع واياكم اهم ما تقوله مواقع الاخبار والصحف العربيه الصادره اليوم البدايه من الحرب التي تخوضها السلطات الامنيه في المدن المحرره ضد التنظيمات الارهابيه حيث علق موقع عدن الغد لحج اربعه من عناصر القاعده يسلمون انفسهم للسلطات الامنيه قال مصدر عسكري في قوات الحزام الامني في محافظه لحج ان عناصر من تنظيم القاعده قاموا بتسليم انفسهم لقياده الحزام الامني في منطقه الرباط في محافظه لحج واضاف مصدر لعدن الغد ان اربعه من عناصر تنظيم القاعده قاموا بتسليم انفسهم للقياده الامنيه ويعدون من العناصر المؤثره داخل هيكليه التنظيم وجلهم ينتمون لمدينه الحوطه بحسب تاكيده يتابع الموقع الإخباري الأكثر اهتمامًا ومتابعةً لمجريات الأحداث في مدن الجنوب، قال: الجدير ذكره أن عملية تسليم عناصر من القاعدة لقيادة الحزام الأمني لم تكن هي الأولى فقد سبقتها عمليات تسليم من عناصر التنظيم لدى قوات الحزام الأمني. إلى موقع أدن تايم تابع أحد الموضوعات المتعلقة أيضًا بالتنظيمات الإرهابية وقال: المكلى العثور على ست حاويات. متفجرات وصواريخ خزنتها القاعده قال مصدر عسكري إن الجيش عثر على كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر والأسلحة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وأكد المصدر أن قوة من الجيش داهمت كهفا في المكلا وعثرت على أسلحة متفجرات صواريخ ألغام أرضية خزنتها القاعدة قبل إخراجها من المكلا في شهر أبريل الماضي، وأكد المصدر أن الكمية كبيرة جدا. وإنها خزنت في ست حاويات داخل الكهف اليمن هل تنجح الأمم المتحدة تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقالا ونشره في موقع مصدر أونلاين وقال النعمان إنه من الواجب الأخلاقي والوطني أن تقوم الحكومة بعد تأكيلها السيطرة على أكثر من 80% من الأراضي بتقديم خطة ووسائل عملها في المناطق التي تسيطر عليها وحينها سيكون من السهل حشد الناس في المناطق التي لا تتواجد فيها لان غيابها يزيد من احباط المواطنين وشعورهم بتخلي الحكومه عنهم وانشغال اعضائها بتسيير امورهم الخاصه ومن المنطقي عوده الجميع الى الداخل وممارسه اعمالهم والعيش تحت كل الظروف مهما بلغت قسوتها لان عبء تحسين اوضاع الناس يقع على عاتقها ولا يجوز التعلل بسوء الخدمات او ارتباك الحاله الامنيه فليست هذه مسؤوليه المواطنين بل واجب الحكومه تجاههم قبل يومين اعلن المبعوث الاممي خطته التي يرى انها ستقود الى مخرج من الحرب وتضع فاصلا زمنيا بين الجانب العسكري الامني والجانب السياسي ثم جاء اعلان الرئيس هذه قبولها طبيعيا لان ذلك هو مطلب الحكومه ومتوافقا مع القرار 2216 الذي تتمسك ببنوده كامله ولكن يجب ملاحظه ان تنفيذه سيستلزم زمنا غير قصير واذا ما تمكنت الحكومه خلال تلك المرحله من خلق النموذج الذي يتمناه المواطن فان النجاح سيكون حليف مشروع الامم المتحده لان القلق والخوف يسيطران على المواطنين تجاه الفصائل المسلحه الكثيره التي انتشرت في اغلب المدن خصوصا ان البنود المعلنه للخطه لم تتطرق الى وسائل التعامل معها ويكفي الإشارة هنا إلى ما يجري من أحداث دامية في تعز يسعى حكماؤها لإيقافها إلى المصدر والذي أورد في صفحته الرئيسية مصدر أونلاين رغم النزوح وظروفه الصعبة طالب يمني يحقق 100% في اختبارات الثانوية في السعودية تقول التفاصيل حقق طالب يمني نازح في مدينه نجران السعوديه المعدل النهائي في امتحانات الثانويه العامه وتوج معاناته في النزوح اثر الحرب بعلامه قياسيه في مرحله التعليم الثانوي بحسب الوثائق التي حصل عليها مصدر اونلاين وعلى نسخه منها الطالب اشرف خالد الشرفي والذي يدرس في ثانويه بن الاثير بنجران حقق العلامه النهائيه وهي 1200 درجه بمعدل نهائي 100% بحسب مصدر مقرب من اشرف فان الطالب اليمني الذي كان يدرس في ثانويه جمال عبد الناصر للمتفوقين وسط العاصمه صنعاء اضطر للنزوح اثر الحرب الدائره في البلاد منذ مطلع العام الماضي من عناوين الموقع أيضا السيول تجرف أربعة نساء في مدرية نصاب بشبوة وأربعة أشخاص ما يزالون في عداد المفقودين موقع نت تابع تطورات المعارك في ريف مدينة تعز وقال الموقع الميليشيات تحاول اقتحام قدس وفتح جبهات جديدة في ريف تعز في التفاصيل قال الموقع تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في محافظه تعز تصديها لهجمات ميليشيات علي صالح والحوثي المستمره على عدد من المناطق والجبهات في المدينه وريفها مصادر ميدانيه افادت للاشتراك نت ان الميليشيات حاولت فتح جبهه جديده في منطقه الزبيره بقدس جنوب شرق تعز وذكرت المصادر ان الميليشيات شنت اكثر من هجمه محاولة السيطرة على الزبيرة لكن قوات من القوات من المقاومة الشعبية تصدت للميليشيات وأجبرتها على التراجع وفي مديرية مقبنة ذكرت مصادر محلية قرى حمير تعرضت لقصف عنيف من قبل الميليشيات المتمركزة في جبل برقة والعبدلأ الهوية اليمنيه بأبعادها الاجتماعيه تحت هذا العنوان كتب نجيب غلاب مقالا ونشره في آه ونشره في هنا عدن وقال الكاتب. سنجد اليماني يهاجر ويستوطن في بلاد اخرى ويتماهى مع الهويات الاخرى ويصبح جزءا اصيلا من تركيبتها دون ان يفقد اصاله الانتماء للارض التي خرج اباؤه واجداده منها. وهي مصدر فخر عبر الأجيال لأن تراكم الخبرة لدى اليماني عميقة في وعي تأصل عبر آلاف السنين اليماني يحن لوطنه وولاؤه الجديد نابع من أصالة عميقة للإنسان ويتمكن الجيل الأول المهاجر من تفهم واقعه الجديد وتكون نزعته الإنسانية وتكون نزعته الإنسانية قادرة على التواصل مع انضج الابعاد في الهوية الجديدة، لكنه يظل رغم الاندماج المخلص للوطن الجديد يحن الى جذوره واصالته. اليمانية ليست هوية عنصرية ولا يمكنها ان تكون كذلك، لان اصالتها المؤنسنة شكلتها حضارات تاريخية عظيمة في تاريخ الانسانية، لذلك لا تجد اليماني متعاليا ومغرورا، بل بتلقائية منفتحة على الاخر. أيا كانت. وهذه الهوية الأصيلة شكلها تراكم حضاري هضم خبرات الأديان السماوية وخبرات الوثنيات القديمة وارتبطت جميعها بالسماء لا بالأرض. لذا البعد التصوفي بمعناه الإنساني ما زال عميقا حتى لدى اليماني الغارق في واقعية مادية أنانية. كان التحدي والخطر الأبرز الذي واجهها النزعه العرقيه ذات البعد الاصولي الكهنوتي لدويلات الائمه ورغم تهديداتها عبر فترات تاريخيه متقطعه الا ان اليمانيه تمكنت من احتوائها وهضمها واستيعابها اجتماعيا وظل الصراع من اجل السلطه العقده الابرز والسم الخطير الذي يهدد الهويه اليمانيه لانها استغلت التنوع اليماني وتعاملت معها كتناقضات وعملت على تفجيرها لتصبح هي المحكم والحاكم لها موقع الصهاريج تابع احصائيه رسميه لانتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال شهر يوليو المنصرم وعنوان 263 حاله انتهاك للانقلابيين بحق المدنيين في اليمن خلال شهر يوليو جاء في التفاصيل اكدت اللجنه المكلفه بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن رصدها نحو 263 حاله انتهاك لمدنيين بينها 75 عمليه قتل على يد ميليشيا الحوثي وصالح خلال شهر يوليو الماضي واوضحت اللجنه التي تم تشكيلها بقرار رئاسي يمني في بيان بثته وكاله الانباء اليمنية الرسميه ان من بين الحالات التي تم توثيقها تنفيذ الانقلابيين ثم 78 واقعه قتل غير مشروع لمدنيين، و12 واقعه استهداف لمدنيين وقتل جماعي، و14 حاله لضحايا الالغام، وذكر البيان ان اللجنه قامت بالتحقيق في اثنين في 22 قضيه متضمنه استهداف مدنيين اعيان ثقافيه تهجيرا قصريا ضحايا الغام بالاضافه الى تنفيذها جلسات استماع مع عدد من ضحايا التهجير القسري من محافظات عمران دمار صنعاء المحويت، ريمه البيضاء المتواجدين في مدينه مارب شرق البلاد الى موقع يمن مونيتور عنوانه هو الاخر في صفحته الرئيسيه ولكن في الشان الاقتصادي الحوثيون يعززون حمايه البنك المركزي في صنعاء ويصفون احتجاجات بالبلطجه في التفاصيل عززت جماعة الحوثي المسلحة بعناصر أمنية وأفراد من مسلحيها حماية مقر البنك المركزي اليمني في صنعاء، وصفة تصرف محتجين من قطاع الكهرباء طالبوا بتسليم رواتبهم بالبلطجة، وقال مصدر في البنك المركزي: ان الحوثيين اصدروا توجيهات صارمه لحراسه البنك بعدم سماحهم للاشخاص بدخوله الا بعد تسجيل اسمائهم وارقام بطاقاتهم الشخصيه والتعرف على اسباب الزياره واوضح المصدر المقرب من الحوثيين ان البنك المركزي طلب بطلب بتوفير حمايه عاجله من المؤسسه العسكريه لخروج المظاهرات التي بدات من صباح الثلاثاء عن السيطره خرجت عن السيطره ما دفع حمايه المبنى واللجان الثوريه الحوثيه باطلاق النار لتفريق المظاهره وقبل مطالعه ما تقوله الصحافه العربيه اليوم نذهب الى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا مجددا مشاهدينا الى الصحافه العربيه في اعدادها اليوم البدايه من الصحف الكويتيه تحديدا من صحيفه الراي التي غيرت اهتمامها من متابعه مشاورات اليمن الى الى ان تتابع المواجهات الدائره في الحدود اليمنيه السعوديه عنونت الصحيفه وقالت ميليشيا الحوثي قتلت 500 مدني في المملكه قالت الصحيفه مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلم قال إن ميليشيا الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق للحدود السعودية وقتلت نحو 500 مدني في المملكة وفي موضوع متصل أكد قائد حرس الحدود في منطقة عسير جنوب غربي السعودية اللواء مصفر الغامدي أن قوات الحرس للحدود مع اليمن تمكنت من احباط محاوله للحوثيين في التواغل من منفذ علب الحدودي. قال: قوات حرس الحدود المرابطه على امتداد الشريط الحدودي المحاذي لمحافظه صعده، تمكنت من القضاء على تجمعات للانقلابيين اثناء هجومهم على منفذ علب الحدودي. تتابع الصحيفه في محافظة ظهران الجنوب، وقعت اشتباكات متفرقة في منفذ علب وسط تأكيدات من مسؤولين عسكريين بمقتل العشرات من الميليشيات في الثلاثة الأيام الأخيرة سواء في بلدة الربوعة أو منفذ علب الحدودي. صحيفة البيان الإماراتية نقلت تطورات المشهد السياسي اليمني وقالت: روسيا تفشل بيانا أمميا بشأن الانقلابيين. التفاصيل فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدعو وفد الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح المشارك في مشاورات الكويت للتعاون مع مبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بعد اعتراض روسيا عليه. افادت مصادر امميه ان مجلس الامن فشل في اصدار بيان يدعو فيه وفد الحوثي وصالح للتعاون مع المبعوث الاممي الخاص الى اليمن وذكرت المصادر ان روسيا عرقلت صدور البيان بعد ان رفضت تضمينه دعوه الحوثي وصالح للتعاون مع المبعوث الاممي وكان المبعوث الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ابلغ مجلس الامن في الجلسه التي عقدت لبحث تطورات الشان اليمني برفض الحوثيين وصالح مسوده الاتفاق الاممي داعيا المجلس الى التحرك لاجبارهم على الموافقه. صحيفه القدس العربي نقلت عن مسؤول يمني قال اكتشفنا خلايا إرهابية تقف خلف اغتيالات مدينة عدن حيث قال اللواء شلال علي شائع هادي مدير عام شرطة محافظة عدن جنوبية اليمن الأجهزة الأمنية في المحافظة اكتشفت عددا من الخلايا الإرهابية التي تقف وراء أعمال قتل واغتيالات تفجيرات شهدتها المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية وجاء ذلك خلال لقاء جمع شلال بمدراء مراكز الشرطة في المدريات والمناطق والدوائر وإدارة البحث الجنائي والوحدات الخاصة وإدارة مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب بحسب بيان صادر عن مكتب الشرطة في المحافظة وتابع المسؤول الأمني اكتشفنا مجمل الخلايا الارهابيه التي اقدمت خلال الاشهر القليله الماضيه على تنفيذ سلسله الاغتيالات التي طالت كبار الضباط ورجال الدين والنيابه القضاء الجنود دون مزيد من التفاصيل. تتابع صحيفه القدس العربي شهدت عدن خلال الأشهر القليلة الماضية أعمال قتل وتفجيرات طالت رموزا في الدولة وضباطا في الجيش وقضاء محاكم وعددا من قيادات المقاومة إلى أنها تلاشت تدريجيا عقب الحملة الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في عدن مطلع شهر مارس الماضي على مواقع للقاعدة اليمن بعد الشدة تحت هذا العنوان كتب مفتاح شعيب مقاله المنشور في صحيفه الخليج وقال مفتاح: ربما لم يفهم معسكر الحوثي وصالح الغايه من المشاورات الجاريه في الكويت كما لم يفهم ايضا وقوف دول التحالف العربي ودعمها المطلق لانهاء الحرب وعوده الشرعيه عبر اتفاق سلمي تتحمل فيه جميع الاطراف مسؤوليتها وتلتزم بمقرراته فقبول الطرف الذي انقلب على الدستور في مفاوضات ترعاها الامم المتحده لا يعني صكا على بياض ليفرض الشروط التي يريد وانما هي خطوه اجرائيه لتحديد عناصر المشهد المتازم من اجل رفع المعاناه عن يعني الابرياء ووقف ازهاق الارواح سواء في هذا الطرف او ذاك كما لا يعني دفع التحالف العربي الاطراف اليمنيه الى المشاورات السلميه وعقدها في دوله عضو في التحالف هي الكويت اسقاط الحل العسكري بقدر ما كان تعبيرا عن نيه طيبه من اجل منح الفرصه للحل السلمي وحث الطرف الانقلابي في صنعاء الى التعقل والتبصر في عاقبه التمرد والاحتكام الى السلاح ما يصدر من الكويت وما توحي بها الجلسات الماراثونيه يؤكد ان ملامح الحل بدات تتبلور فلا يعقل ان تنتهي مسيره التسعين يوما من المشاورات في الكويت بالفشل وقد يكون احتجاج الوفد الحكومي وعودته الى الرياض ورفض الحوثيين التوقيع على الوثيقه الامميه بعد تشكيلهم مجلسا مع صالح من علامات الفرج بعد الشده واليمن يستحق ان ينعم بالامن والسلام واليقين سيكون خلال ايام قليله إعدام ميليشيا الحوثي والمخلوع لعدد من زعماء قبائل البيضاء هذا ما تبعته صحيفة الخليج الإماراتية وعنونت ميليشيات الحوثي تعدم أربعة من زعماء قبائل البيضاء تقول الصحيفة كشفت المقاومه الشعبيه في محافظه البيضاء عن اقدام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيه على اعدام اربعه من زعماء قبائل المحافظه الاثنين الماضي بمدريه ديناعم بعد اقتحامها منازلهم منذ اربعه ايام واقتيادهم الى جهه مجهوله. قالت لجنه التهدئه المحليه بمحافظه البيضاء في بلاغ الى المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد بشان هذه الجريمه. إن ميليشيات الحوثي وصالح أعدمت قبل ثلاثة أيام أربعة من مشايخ ووجهاء محافظة البيضاء، وتم التعرف على جثثهم بعد العثور عليها في إحدى المناطق في المحافظة، وأوضحت اللجنة أن الميليشيا اقتحمت منازل كل من الشيخ أحمد صالح أحمد العمري رئيس فرع المؤتمر بمدرية ذي والشيخ محمد أحمد محمد العمري مدير مكتب الخدمة المدنية بالمدرية والشيخ صالح سالم أحد وجهات المدرية والشيخ صالح أحمد صالح العمري وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وأضافت بعد مرور ثلاثة أيام فوجئ الجميع بالعثور على الجثث مرمية على بعد 2 كيلومتر من أقرب نقطة حوثية في مدرية الملاجم حيث أقدمت هذه الميليشيات الإنقلابية على تصفية المذكورين رميا بالرصاص بعد التعذيب والتنكيل ثم تم رميهم في طريق السيل إلى صحيفة العرب الجديد تابعت في إحدى مواضيعها عن اليمن اقتصادياً ازمه ماليه تطوق مصافي عدن وبيع اصول لتوفير الرواتب تقول الصحيفه تعاني شركه مصافي عدن في جنوب اليمن لتكرير النفط الخام التابعه للحكومه الشرعيه من ازمه ماليه دفعتها الى عرض بعض اصولها للبيع وبالتالي عرقلت خطط حكوميه لاعاده تشغيلها ومنها تحويل مليون برميل من النفط الخام المجمد لتكريرها في عدن تتابع الصحيفه قامت الحكومه بمساع في اتجاه اعاده تشغيل المصافي مره اخرى عبر توفير كميات من النفط الخام المجمد بالاضافه الى محاوله الشركه معالجه الازمه الماليه عن طريق بيع جزء من الاصول في هذا السياق اكد مدير عام الاعلام والعلاقات العامه بشركه مصافي عدن ناصر شائف للعرب الجديد ان وحدات الانتاج في المصافي متوقفه لعدم توفر النفط الخام وانه يتم استقبال كل المشتقات النفطيه التي يتم شراؤها من الخارج وتخزينها في خزانات المصفاه ومن ثم الضخ الى شركه النفط عدن بحسب الطلب واعمال الصيانه والترميم مستمره بحسب الخطط والبرامج الموضوعه واوضح شائف ان المطلوب لاستئناف عمل المصافي هو توفير النفط الخام باستمرار اي بدون انقطاع سواء من داخل او خارج البلاد وانه حال توفر النفط سوف يتم تجاوز الازمه الماليه خلال فتره زمنيه وجيزه. صحيفة الشرق الاوسط عنونت في احدى صفحاتها الرئيسية وقالت ماليزيا اخلاء طائرة قبل اقلاعها بعدما نطق مسافر بكلمه قنبله في التفاصيل افاد مسؤول بالشرطه الماليزيه بانه صدرت الاوامر لركاب طائره تابعه لشركه ماليزيه كانت متجهه الى اندونيسيا باخلاء الطائره بعدما تلفظ احد الركاب بكلمه قنبله وقال قائد شرطة مقاطعة سيبانغ للصحفيين الطائرة كانت على وشك الإقلاع في رحلة من مطار كوالالمبور الدولي عندما سمع أحد الركاب سمع أحد الركاب وهو يقول قد تكون هناك قنبلة ولم يسمح مسؤولو مطار للطائرة بالإقلاع وأمر الركاب بإخلائها وذكر قائد الشرطة أرسل فريق أنه تم إرسال فريق لإبطال مفعول القنابل وللتخلص منها الى الطائره وقام بتفتيش الطائره غير انه لم يعثر على اي قنبله قنبله كما جرى منع الراكب الذي تلفظ بكلمه قنبله من المغادره وهو يخضع للتحقيق مع الشرطه. عن واقعنا وعن الهروب منه وعن العوده اليه حاول محمد جميح ان يكتب مقالا عن كل هذا التداخل العجيب في عالم اليوم وقال جميح في مقاله المنشور في صحيفه القدس العربي. يراد لنا احيانا ان نكتب بماء السماء لا بتراب الارض كي نحلق بارواحنا بعيدا عن شرور التراب وغباره الذي يريد ان يطاول عنان السماء. نحن كالناي الذي يئن طويلا في حينينه الدائم الى الشجره التي انفصل عنها وما كل هذا الصراخ والصخب والانين الصادر الا محاولات من الناي الكوني للعوده الى شجرته التي انفصل عنها منذ زمن بعيد وظل يغني حنينا اليها. دعونا نفهم العالم على هذا الشكل، ذلك اسهل فهما واجمل تفسيرا. عندما يظل الانسان جاثيا على اطلال مدينته فانه لا يعيد بناءها، ولذا مهم للانسان ان تظل داخله بقعه ممتلئه بنور لا يصل اليها غبار المدن التي تتهاوى ولا الالحان الكربلائيه التي تملأنا حقدا ورغبه في الانتقام. ساحاول في هذا المقال ان استلهم حكمه الهند واشعار العرب وان ارى في امريكا وجه انجلينا جوري التي تزور مخيمات اللاجئين لا وجه جورج بوش الذي اسس لمخيمات اللجوء في بلداننا المنكوبه. الحياه مسرح والاحياء ممثلون كما يرى شيخنا شكسبير والمقادير تجري ولا يد لنا في جريان النهر وما دام الامر كذلك فما علينا الا ان ندخل النهر بقلب شجاع متفائل كي نتمكن من عبوره الى الضفه الاخرى التي عندما يصلها القارئ سيكتشف ان الكاتب بذل جهدا كبيرا لا لرسم البسمه على شفتيه ولكن لمنع تكشيره كئيبه كان يمكن ان تكون على وجهه لو ان الكاتبه واصل الكتابه وصلنا الى ختام حلقه كشك الصحافه وهي مع السياسه المرسومه الكاريكاتير مشاهده ممتعه مشاهدينا وحتى القاكم في امان الله وحفظه